اخر اخبارنا النهارده خبر مش عاجبني شخصيا، لكن اكيد هنمشي معاه، وخبر من اتحاد كره السله. نادي الاهلي بعت جواب، كنا بنتكلم على حضور الجماهير، ودايما مصممين على حضور جماهيرنا داخل الصالات المغطاه، لانهم هم السند الحقيقي والسند الرئيسي لفرق النادي الاهلي. بعتنا لاتحاد كره السله رد على النادي الاهلي بجواب، النادي الاهلي بعت الجمهور يخش ولا لا، رد عليه بجواب لاتحاد كره السله، اعتقد هيطلع قدامنا دلوقتي حالا، ان هم بيقولوا فيه بالظبط كده، ان المباراه هتقام بدون جماهير لغايه ما ياخدوا الموافقات الامنيه من الامن. ده اتحاد كره السله بيرد على النادي الاهلي في خطاب، يعني وصل النادي الاهلي خلاص اهو، اتشرف بالاحاطه سيادتكم بان المباراه ستقام بدون جمهور لحين الحصول على الموافقه الامنيه. وده المدير التنفيذي اللي ماضي عليه الاستاذ او كابتن محمود الحلو، المدير التنفيذي لاتحاد كره السله. اكيد النادي الاهلي بيسعى لحضور جماهيره المباريات، اكيد بعد تنظيم افريقيا الكبير جدا وحضور 80,000 متفرج داخل استاد القاهره، اكيد الامن اكيد هيفكر، واكيد كلنا هنساعد المنظومه الامنيه، لان ده حاجه مهمه جدا جدا، حضور الجماهير للامتاع وتشجيع الفرق، والفرق كلها بتحب الجماهير، والموضوع بيختلف تماما، وفي نفس الوقت لازم يكون الجماهير ملتزمه بالتزامات او التعليمات الامنيه الموجوده علشان نقدر نحضر المباريات.